بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان الى ظهر الدور كله امين. خدنا كم محاضره لغايه دلوقتي في الكورس الثالث؟ خدنا 2 ودي الثالث. هنكمل الموضوع، بدأنا ندخل في ما جد شوية. ستبدأ جلسات المجمع، طبعا كل الأساقفة تقريبا اللي حضروا المجمع وقعوا أولا على طومس لاون بلا استثناء بحسب الوثائق والمعلومات المتاحة أمامنا. الوحيد الذي لم يقبل التوقيع هو القديس البابا ديوسقورس بطل الأرثوذكسية العظيم. لما فشلت كل المحاولات لإخضاعه وإثنائه عن ثباته في الإيمان، تكامل التآمر عليه في المجمع. اتفق أن لا يدخلوا معه في مناقشات تخص الإيمان، ولكن يركزوا على الأمور الإدارية والإجرائية، لأن طبعا مش من مصلحتهم أن يناقش فيما يخص الإيمان، لأنه طبعا براهينه قوية وحججه سديدة لأنها بحق. واتفقوا أن يفصلوه عن شركائه الآخرين اللي هم كانوا لهم نفس الفكر زيه وكانوا شركائه في مجمع أفسس المسكون الثاني، ولكن ضعفوا وخنعوا وخضعوا ووقعوا على طومس لون بنوع من الضعف. هو داخل وعارف ان الامور دي كلها هتتم، ولكن لم يكن معه إلا إيمانه وثقته في أنه بيجاهد في سبيل الإيمان المستقيم، وبالتالي قرر أن يناضل إلى النفس الأخير. بدأت الجلسة الأولى في المجمع، وطبعا من المعروف أنه منذ أن قامت بلوخاريا ومرقيان بالدعوة لمجمع خلق دنيا بهدف صريح، وهو إقامة وحدة كنسية في الشرق، كانوا عايزين يخلوا الشرق كله في وحدة كنسية خاضعة ليهم بس. فليس من المستغرب أنهم عندما اجتمع الأساقفة وجدوا أنفسهم في مواجهة لجنة إمبراطورية تتألف مما لا يقل عن 18 مسؤولا رفيع المستوى، ودي كانت حاجة أول مرة تحصل، إن اللي يقود المجمع
لجنة ليست من الإكليروس ولكن من القيادات في الدولة. هذه اللجنة كانت بقيادة الأرستقراطي والقائد العسكري أناطوليوس، وجبنا سيرته في المرات السابقة وقلنا إن ده كان من الناس اللي تصادق عليهم سؤودوريتوس، ومن خلاله بحسن من سؤودوريتوس يعني سعى للدعوة لانعقاد هذا المجمع باستصدار أمر ملكي بانعقاده. ورئيس اللجنة دي هو كان صديق مين؟ سؤودوريتوس. في بازليك القديسة أوفيمية الرائعة واجهت هذه المجموعة الرائعة من الضباط الإمبراطوريين الذين احتلوا مقاعد أمام الحنية، مجموعة الأساقفة العظيمة الذين كانوا جالسين أمام المذبح المقدس صفين على يمينهم ويسارهم، يعني دول قعدوا في الحنية في النص والأسافة تقسموا فريقين، فريق عن اليسار وفريق عن اليمين. على يسارهم مكان الشرف كان ممثل لاون الروماني برئاسة باشيسينس، معلش الأسماء اللي ثانية تقل فيها مكتوب قدامكم، وبجانبهم بالترتيب جاء أناطوليوس القسطنطيني وماكسيموس الأنطاقي وتلاسيوس القيصري في كابودوكية وستيفن أسقف أفسس جنبا إلى جنب مع الأساقفة بحسب حقهم في الترتيب. على اليمين يمين المفوضين جلس ديسكورس الإسكندري ويوبيناليوس أسقف أورشليم وممثل أناستاسيوس من تسالونيكي معا مع أساقفتهم، وهم أساقفة مصر وفلسطين والليريكوم، أكثر من 500 أسقف. طبعا العدد دوت في كلام عليه. اجتمعوا الآن معا واتخذوا أماكنهم وفقا لآرائهم في الجانب الآخر، كان أنصار لاون، من ناحية أخرى ديوسكوروس. في الوسط وضعت الأناجيل وهي رموز الحقيقة الذي دعي المجمع إلى دعمها. ده الوصف اللي قاله المرجع بتاع مجمع خلق دنيا. وطبعا الجدير بالملاحظة أن هذه اللجنة بقيادة الأرستقراطي أناطوليوس، وهو الذي كان على تواصل مع سؤودوريتوس الذي سبق أن طلب منه حث الإمبراطور على الدعوة لمجمع مسكوني، وهكذا أصبحت مخططاته في حيز التنفيذ. مخططات مين؟ سؤودوريتوس. في خطاب مرقيان الذي افتتح به مجمع خلق دنيا حدد التعليم الذي سيتخذ كمقياس أو أساس لمناقشة الأمور الباطلة، المعايير اللي هيقيسوا بيها الحق من الباطل. طبعا الامبراطور مش بتاع الحاجات دهيت، لكن مين اللي وضع الحاجات دي؟ سؤودوريتوس. اول حاجة منادوا به الرسل الاطهار على موجب قولهم قد سلم لنا ايضا من ابائنا الابرار الذين اجتمعوا في نقيا. يعني الاول تعليم الرسل وبعد كده
ما تسلمناه من الآباء في مجمع نقيا، أيضا بما تشهد رسالة لون التي وجهها إلى فيليبيانس اللي هي الطومس دي المعايير. ويلاحظ أنه لم يذكر مجمع أفسس ولا تعليم القديس كيرلس ولا سيما البنود الاثني عشر، كما أنه أعطى لطومس لون شرعية وقانونية ليست لها لأنها رسالة شخص لم يقرها أي مجمع مسكوني، بل على العكس قد حرمت من أساقفة كثيرون ولا سيما من أساقفة الإسكندرية. ومن ثم فليس من الغريب أن تكون نتيجة المجمع وعقيدته كانت معدة ومعروفة سلفا. ما حددوا المعايير إيه؟ سبعدوا طبعا مجمع أفسس تماما، لم يذكروه، والغريب إن حطوا توماس لون كمعيار. ولسه الجلسة هتقول يا هادي احنا لسه بنشوف اهو المجمع تكوينه ايه، ونقول وابتداء من اول جلسة في مجمع خلق دنيا نرى بوضوح ان هذا المجمع قد فقد شرعيته من قبل ان يبدأ. فاولا مندوب لون المحروم يتحكمون في اجراءات المجمع ويتهمون البابا ديسكورس بأنه تجرأ وعقد مجمع بدون سلطة الكرسي الرسولي. ده لسه المجمع هيقول يا هادي مندوب البابا تدخلوا قالوا البابا ديسكورس ما يقعدش هنا، ده متهم. الكلام ده مش احنا اللي بنقوله، زي ما عودتكم في النقط الخلافية بحب دايما استشهد بالنصوص عشان ما يتقالش ده كلامنا واستنتجنا. فكتاب سيلرز يقول ما ان افتتحت الجلسة الاولى 8 اكتوبر حتى نهض رئيس المندوبين البابويين ليعلن انه وزملائه المندوبين من روما قد كلفهم لاون بأن لا يسمح لديسقورس بالجلوس في المجمع، وأنهم سيرحلون ما لم تسمع احتجاجاتهم. لكن المفوضين حكموا أنه لا يمكن استبعاد ديسقورس إلا بقرار من المجمع بأكمله. ده دول المدنيين اللي احنا بنستغرب أن هم كانوا موجودين طلعوا أرحم من مندوب لاون، وطلبوا من المندوبين أن يعلنوا اتهاماتهم ضد أسقف الإسكندرية. فأجاب لسنتيوس وهو أحد النواب يعني بتوع روما أنهم اعترضوا لأنه تجرأ على عقد مجمع بدون سلطة الكرسي الرسولي، وأنه لم يكن من الصواب أن يجلس الشخص الذي سيحاكم بالقرب منهم. فتم أمر الأسقف بأخذ مقعده في الوسط لأنه لا يمكن أن يكون قاضيا ومدعى عليه. قالوا له لا كده يبقى مظبوط، انتوا عندكم حق، فمش ممكن هيبقى متهم ويجلس كقاضي، ده هو محكوم عليه من قبل المجمع ما يبدأ. خلاص اقعد في النص عشان بقى انت مش هتنفع تبقى قاضي كده، انت متهم. طب ما هو متهمهم هو ما كمان. لكن هذا هو سلطان الظلم في ذلك الحين. طبعا احنا بنستشهد دايما للحدث باكتر من مرجع توكيدا للحقيقة التاريخية.
في كتاب مجمع خلق دنيا إعادة فحص اللي عمله صامويل، يقول بمجرد أن أخذ الحاضرون مجلسهم في المجمع حتى طلب المندوب الروماني أن يستبعد البابا ديسكوروس من المجمع على أساس أن أسقف روما قد أمر بذلك. وهنا تدخل ممثل الإمبراطور وسأله أن تحدد التهمة التي تبرر هذا الطلب، فقام ليسنتيوس وهو مندوب آخر بالرد وأكد أن ديسكوروس قد استولى على مهمة القضاء وتجاسر على عقد مجمع بدون سماح وتفويض من الكرسي الرسولي، وهو الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق. ده اللي هم بيقولوا، ده هو اللي لم يحدث على الإطلاق، ولا ينبغي له أن يحدث. ولكن هذه النقطة لم تقنع ممثلي الإمبراطور، وبعد تبادل الكلمات طلب الممثلون، ممثل الإمبراطور يعني، على غير رغبتهم من بطريرك الإسكندرية أن يتحرك عن كرسيه في المجمع ليجلس في موضع المتهمين في الوسط. فقعد. ايه بقى التهم؟ اول تهمة اتهم بيها انه عقد مجمع بدون اذن بابا روما، ودي كانت اول مرة في التاريخ الكنسي ان يذكر مثل هذا الامر، وان يكون لأسقف روما مثل هذه السلطة التي يدعيها. الأسلوب اللي استخدمه سؤودوريتوس معاه في التفخيم والتكريم صدقه وجعله في حيز التنفيذ، كما لو أن له سلطان بالفعل، وقد نسي تماماً كل تاريخ الكنيسة بمجامعه المسكونية السابقة، من المعروف أسقف روما لم يحضر مجمع مسكوني من قبل، كانش ليهم في الكلام ده، مجمع نقيا انعقد بأمر وبدعوة من الإمبراطور قسطنطين الكبير لما ظهرت بدعة أريوس. مجمع القسطنطينية عقد بدعوة وبأمر من الإمبراطور سيودوسيوس الكبير للرد على بدعة مقدونيوس، وكان يرؤس مجمع القسطنطينية بابا الإسكندرية البابا تيموساوس 22. مجمع نقيا كان يرؤس أسقف مقاطعة صغيرة، ناسي اسمه أوسيوس أو حاجة زي كده، معلش اعذروني لو الذاكرة ما أسعفتنيش. ولم تكن الرئاسة في يوم من الأيام لأسقف روما ولا لنائبه ولا لمندوبه. مجمع أفسس المسكوني 431 انعقد بدعوة من الإمبراطور سيودوسيوس الصغير، وخولت الرئاسة فيه إلى البابا كيريلوس عمود الدين. لكن هذا كذب بين، كذب مفضوح، ادعاء يستدعي أن يحاكم عليه من يدعيه. لكن نعمل ايه، كانت ساعتهم وسلطان الظلم. طبعا البابا ديسكوروس كان في منتهى الاتزان والثقة
والثبات لم يهتز. وهنا عظمة هذا الرجل لتظل كنيستنا القبطية تفتخر به وتعتز بانتمائه ليها. وقد رد البطريرك ديسقورس على هذه التهمة بقوله إن الإمبراطور سيودوسيوس نفسه هو الذي دعا إلى عقد مجمع عام 449، كما أن قرارات هذا المجمع قد اتخذت بعد فحص جلسات مجمع عام 448 المكاني، وكل هذا مسجل في محاضر مجمع أفسس الثاني والتي يمكن قراءتها لمعرفة ماذا حدث. فطبعا من أعمال مجمع أفسس طلب القضاة بقراءة بقية الأعمال، فتقرت رسالة الملك سؤدوسيوس إلى ألبيديوس معتمده لحفظ النظام، ورسالة بهذا المعنى إلى أولاج القائد، اللي هي الرسائل اللي هي فيها تكليفات الإمبراطور سؤدوسيوس بعقد المجمع، رسالة الملك إلى بروكلوس حاكم آسيا، رسالة الملك إلى مجمع أفسس، رسالة الملك إلى الأب ديسقورس بمنع سؤدوريتوس من الحضور في هذا المجمع لكونه تكلم في الأمانة بخلاف ما كتب كيرولوس الصالح الذكر. وفي نفس التكليف يشرك مع الأب ديسقورس يوبوناليوس أسقف أورشليم وتلاسيوس الأسقف في تدبير هذا المجمع، وأنه كتب ليوبوناليوس أسقف أورشليم بهذا. كل عمل المجمع جابوا الوثائق أن الدعوة دي كانت بإيه؟ من اختصاص الملك. وعندئذ قال الأب ديسقورس: قد علمتم أن الملك الجليل لم يجعل الأمر لي وحدي، وإنما ولى على المجمع يبوناليوس الأب الأقدس وتلاسيوس الأسقف المغبوط، ومنح لهم التدبير، فنحن بما حكمنا به المجمع بأسره أزعم لنا، فلماذا تنسبون إلي وحدي هذه الأمور؟ بينما كان سلطان الثلاثة متساوياً. لما هو رسائل الإمبراطور الرئاسة الثلاثية بالتساوي، يعني الثلاثة اليوم سلطة إيه؟ ليه بتوجهوا لي أنا هذا الاتهام وما وجهتوش للتانيين؟ وقد استصوب المجمع ما حكمنا به، فأقروا بأصواتهم ووضعوا خطوطهم بأيديهم، وأخبرنا بذلك الملك سؤدوسيوس الذكر الصالح، وقد ثبت الأمر على كل ما حكم به المجمع المقدس. فطبعا دي كلها كانت وثائق موجودة. ده غير كده بقى، لو نفسه كان له مندوبين حاضرين المجمع اللي هم زعلوا عشان الرسالة بتاعته ما تقريتش. فأول تهمة انتفت بالأسانيد القوية الموجودة، ولسه بيقروا الأعمال. فاستمع المجمع إلى كيف قال المندوبون البابويون أنهم أحضروا معهم رسالة لون، وكيف لم تقرأ هذه الرسالة. التهمة التانية بقى، والتهمة التانية تنفي الاتهام الأول، مش كده يا بتوع القانون؟ التهمة التانية تنفي الايه؟ مندوب لون قالوا طيب
كان احنا فيه كان لو انبعت رسالة معانا وما تقرتش ليه؟ الله، طب كنتوا جايين ليه؟ يعني حاجة الحقيقة محزنة اللي ما بتوصل الأمور لهذا الحد. يعني طبعا زي ما قلنا في الأول كان فيه تآمر ان يجنبوا الكل ويحطوا المسؤولية كلها على مين؟ على البابا ديسقورس، ويرد بحق أو بعدل. فسألوه عن سبب عدم قراءتها، فأجاب: يظهر من أعمال المجمع والحجة إني قلت مرتين تقرأ رسالة أسقف رمية المكرم. فقال القضاة: لماذا لم تقرأ بعد قولك هذا؟ قال لهم: اسألوا يوبناليوس وتلاسيوس الأسقفين اللي معايا. فسأل القضاة يوبناليوس أسقف أورشليم: لما لم تقرأ رسالة أسقف روميا حيث أن ديوسكوروس أمر بقراءتها؟ فأجاب: في ذلك الحين قال القس يوحنا كبير الكتبة أن معه أوامر الملوك العابدين فأمروا بقراءتها. فالقضاء قالوا له: طب وهل بعد قراءة رسائل الملوك قرأت رسالة قس ليون أسقف روميا؟ فأجاب بعد ذلك: لا كبير الكتبة ولا غيره قال إن معه من أسقف روميا رسالة. هذا ما حصل بخصوص رسالة لون. حينما أعلن نواب أسقف روما أنهم موفدون من قبله، دي حاجتين: إجابة لمرسوم الملك إلى المجمع المقدس العام، ولما قدب مندوب أسقف روميا من الرسائل أعلن كبير الكتب عن وجود المراسيم الملوكية الأخرى. فقال الأسقف الأورشليمي اللي هو يوبناليوس: تقرأ وتحفظ بين الأعمال. ومن هذا يتضح أن الأب ديسكورس لم يمنع قراءة هذه الرسالة، بل أنه قال: يقبل ما كتب قدس أخينا لاون ورفيقنا في درجة الأسقفية. أو لما جابوا قالوا معانا، قال تقبل، وبعد كده قال تقرأ، ورجع قال يوبناليوس قال له في رسائل أخرى للملك، وأن الذي أمر أن تسبقها قراءة مراسيم الملك هو الأسقف الأورشليمي يوبناليوس، وقد قرر هذه الحقيقة عندما سئل عن في المجمع الخلقدوني، ولما سأله القضاء لماذا لم تقرأ بعدها رسائل الملك، أجاب وبعد ذلك: لكبير الكهنة ولا غيره قال إنما هم أسقف روميا رسالة. دي طبعا الكلام ده جاي في كتاب عمله أبونا أرمانيوس حبش السورياني باسم بطل الأرثوذكسية العظيم ديوسكوروس. العجيب بقى فجأة مين داخل المجمع؟ أوسابيوس أسقف دريليان اللي هو المتخصص في توجيه الاتهامات لما كان عمل اتهامات ضد أوطاخي واللي اتحكم عليه في مجمع أفسس الثاني. يقول عليه سيلارز ايه: فورا أوسابيوس أسقف دريليان. شوف العجب بقى، أوسابيوس اللي هو مقطوع ومحروم من مجمع مسكوني يجلس كمدعي اتهام والبابا ديسقورس متهم، وده يوريكم عدم شرعية مجمع خلقدونيا من الأساس. مين اللي بيحكم فيه؟ المقطوعين، المحرومين، المبتدعين، المهرطقين. شوفوا بيعلق عليه سيلرز يقول ايه بعد ما يقول فورا أوسابيوس أسقف دريليان:
والذي يبدو أنه كان دائما مستعدا لتقديم شكوى. سيلرز يعني مش مننا يعني. يقول تقدم وطلب في عريضته للإمبراطور التي فيها ادعى أنه على أساس أعمال مجمع أفسس الثاني كان مستعدا لإظهار أن المتهم قد انتهك الإيمان الأرثوذكسي من أجل إدخال بدعة شريرة، وأنه هو نفسه قد أدين ظلما ويجب الاستماع إليه. تمت قراءة العريضة، وبعد بعض المناقشات وافق المجمع على المضي قدما في النظر في أعمال المجمع الأخير وفقا لنداء أوسابيوس. عجب، يقول ايه بقى؟ عندما تقدم أوسابيوس أسف دوريليوم، وهو الذي كان قد اتهم أوطيخ عام 448 وصرخ بأن ديوسكوروس قد أساء معاملته وأضر بالإيمان. ديوسكوروس أضر بالإيمان، وبأن فيلبيان قد قتل، حيث كان قد تم عزله مع أوسابيوس بواسطة ديوسكوروس. وعند قوله هذا قدم أوسابيوس التماسا موجها للإمبراطور مرقيان والإمبراطور الغربي فالنتينيان، يتهم فيه خصمه ديوسكوروس بتهمتين كنسيتين. في اتهامين هنا، أولا أنه خالف إيمان الكنيسة بمحاولته ترسيخ هرطقة أوطاخ كأنها تعليما أرثوذكسيا من خلال مجمع عام 449 الذي كان يسيطر عليه بواسطة مجموعة من الغوغاء المتمردين وبواسطة الرشوة، ياد الحقد اللي كانوا بيحقدوا على مصر. كانت مصر غنية فكل حاجة مش طايقين، يقولوا عشان هو يعني من جاي من بلد غنية فبيستخدم المال في الرشوة. ما عرفش هيقولوا علينا ايه دلوقتي، ايه على بتوع مصر غنية برضو. ثانيا ان ديوسكوروس قام بعزله هو وطيب الذكر في لبيان، ولم يكن أي منهما قد تعدى على الإيمان بأي شكل من الأشكال. يبقى أنه هو قبل أطاخي وكده رسخ لبدعة أو هرطقة، وأن حكم عليهم بالظلم بدون أن يكون لهم تهمة. وكانت التهمة المتضمنة في كلمات المندوبين الرومان والتماس أوسابيوس هي واحدة، يعني كان قدم التماس للإمبراطور في تهم، ونفس التهم هي اللي مع بتوع مندوبي لاول. يعني الحكاية ايه؟ في اتفاق مع بعض، وهذه التهمة هي في الاساس موجهة ضد مجمع وليس ضد شخص. مفروض هو بيقوله حكم على أوطاخي او حل أوطاخي وحرم فلان، وكأنه المجمع ده كان هو البابا ديوسكوروس، مع انه مجمع مسكوني وله رئاسة ثلاثية. طب ليه بيوجهوها لشخص البابا ديوسكوروس؟ مفروض يوجهوها للمجمع ويحققوا مع المجمع. وحيث لم يكن من المناسب قبول هذه الحقيقة، اتفق لاون ومؤيدوه في الشرق على خطة لها توجه مشترك يتم بمقتضاها فصل البابا ديوسكوروس عن شركائه في الشرق، واعتباره مسؤولا منفردا عن قرارات المجمع وبدون حتى فحص تلك القرارات. طبعا في اتهامين جداد. رد البابا ديوسكوروس بقوله ان الامبراطور سودوسيوس نفسه هو الذي دعا لعقد مجمع عام، كما ان قرارات هذا المجمع قد اتخذت بعد فحص جلسات مجمع
448، وكل هذا مسجل ويمكن قراءتها لمعرفة ماذا حدث. وفي الحال أمر ممثلو الإمبراطور بقراءة هذه المحاضر، إلا أن البابا ديوسكوروس طلب أنه ينبغي قبل القراءة أن يتم توضيح ما يختص بالإيمان نفسه، لأن هنا وجه له اتهام يخص الإيمان وهذا لا يقبله. وقال ديوسكوروس عمل على تثبيت بدعة، فلابد قبل ما يفحص أي حاجة يفحص الإيمان، لأن هو على أساسه هنحكم إن الأمور صح ولا غلط. وكان طلب البابا ديوسكوروس هذا، رغم أن كثيرين لم يأخذوه مأخذ الجد له أهميته العظمى. فعلى سبيل المثال، زعم أوسابيوس أوسوف دوريليوم أن الأساس اللاهوتي لمجمع 449 كان هو تعليم أطاخي، وبناء على ذلك شكك في أرثوذكسية البابا ديوسكوروس. وهذا يبين أنه لم يكن من الممكن أن يتم تقييم مجمع 449 بصورة صحيحة إلا بعد أن توضح الأمور الإيمانية أولاً. وأشار البابا ديوسكوروس في طلبه إلى المجمع المكاني وإلى مجمع 449 وليس لمجمع نقيا ولا أفسس، لأن كلا المجمعين اللذين أشار إليهما لم يناقش الأمور المطروحة أمامهما، لأن كان بصدد يناقش الأمور اللي هي اتهم فيها. لكن ممثل الإمبراطور ردوا على طلبه بقولهم، شوفوا بقى الرد العجيب، حيث أن التهم الموجهة اللي هي تهم شخصية، لذلك يجب أن تبحث هذه التهم أولا قبل أن يتم طرح مسألة الإيمان. قالوا له لا، دي ما تخصش، دي تهم شخصية. قال لا، طب ما التهم الشخصية تخص الإيمان، طعن في إيماني، ناقشوني في الإيمان، أنا قلت إيه غلط، إيه اللي عملنا غلط. قالوا لا، دي تهم شخصية، نناقش المسائل الشخصية الأول. ولكن فإن إجابة ممثل الإمبراطور هي في الواقع محل تساؤل. وفي أثناء مجمع خلق دنيا، أثناء قراءة أعمال مجمع أفسس 449، سئل القديس ديوسكوروس لماذا منع أوسابيوس من الدخول حينما طلب فيليبيانوس ذلك. فأجاب القديس ديوسكوروس وقال، لأن في الأعمال يقول أن أوسابيوس اتمنع من الحضور، فقال لهم إيه البابا ديوسكوروس؟ قال لهم أسألكم أن تقرأوا شهادة البيزيوس اللي هو مندوب الإمبراطور ساعتها، فإني ليس كنت منعته. معلش، النص اللي بقوله لكم ده من كتاب مضمون المجمع الخلقدوني، فبجيب النص زي إيه، زي ما هو، اللغة بتبقى ركيكة شوية. فإني ليس كنت منعته لو لم يأتي البيزيوس بأمر الملك قائلاً إنه كان أمره أن المذكور لا يدخل. أجاب يوبناليس أسقف أورشليم قائلا إن البيزيوس المكرم لم يأذن له بالدخول، وتلاسيوس المكرم أسقف قيصرية الكبدوك قال إن ليس كنت سببا. أجابوا القضاء والمحفل وقالوا في أمر الأمانة لم يقبل هذا العذر. قالوا له لا، فخصوص، شوفوا بقى التناقض العجيب، الملك قال انه ما يدخلش، قالوا له لا، الا في خصوص الايمان ده عذر مش مقبول. حتى لو الملك قال ما يدخلش ده عذر مش مقبول، لان الامر بيخص الايه، الايمان. فرد عليهم القديس ديوسكوروس بيقول ايه، قال فاذا كنتم
تسلبونني لأني تعديت على القوانين، فهل أنتم تحفظون القوانين في دخول سأودوريتوس؟ لأن سأودوريتوس دخل برضه. فأجاب القضاء والمحفل، قالوا له أما سأودوريتوس دخل بمقام المشتكي. فقال ديسكورس لأي ويجلس في درجة الأساقفة لأنه كان مقطوع. أجابت القضاء والمحفل العظيم وقالوا إن أوسابيوس الأسف وسأودوريتوس جلسوا في صف المشتكين. تناقضات عديدة كانت في مجمع خلق دنيا. طبعا أنا جايب شهادات كتيرة لكل حدث على حدة، لأن تفاصيل هذا المجمع بتؤول كثيرا وتروى بصورة فيها مغالطات. بعدما قرأت في مجمع خلق دنيا رسالة الملك سودوسيوس إلى البابا ديسكورس التي يدعوه فيها العقد مجمع مسكوني ويخبره بأمر سودوريتوس، كانوا مرتبين الأمور. أول لما جاء سيرة سودوريتوس إن وهما بيقروا في أعمال مجمع أفسس إن في أمر إمبراطوري يمنع سودوريتوس بالحضور بالدخول، لقوا سودوريتوس دخل المجمع. فرسالة الملك سودوسيوس بأمر التي يدعو فيها العقد مجمع مسكون ويخبره بأمر سودوريتوس إنه ما يحضرش، أمر القضاء القضاء والمحفل الخلقدوني بدخول سودوريتوس إلى المجمع. طب سودوريتوس يجي؟ كان قاعد برة طبعا. أول لما دخل الحقيقة حصل هياج شديد، لأن سودوريتوس بالذات كان مشهور جدا باتجاهاته وأعماله، وأخطأ ضد البابا كيرلس علنا في السب واللعن والتجديف والاتهام بالبدع والهرطقة. حتى في انتقالي لما تنيح كتب أخيرا مات، الأشرار بيطولوا قوي، يعني حاجات ما تحصلش. فعشان كده أول لما دخل حدث هياج شديد، ورفض ذلك أساقفة مصر وإليرية وفلسطين. وأجاب القضاة ليعبر إلى المجمع سأودوريتوس الأسف كي يشارك مع المجتمعين لكون قدس لون الأسقف قد ردوا إلى كرسيه، والملك الحكيم أمر أن يحضر في المجمع. شوفوا الفرق بقى بين الإمبراطور سودوسيوس ومرقيان. وطاخي لما حكم عليه مجمع مكاني عشان يرجع بتحقيقات وبمجمع مسكوني، سودوريتوس اتحكم عليه بمجمع مسكوني لو انتعدى وقابله في الشركة. فاكرين لما بتوع الشرقيين راحوا للبابا كيرلس وطلبوا منه، اللي هو لما جم يعملوا المصالحة بتاع 433 قالوا له في كذا أسقف كان حرامهم ماكسيميانوس، ممكن عايزينك تحللهم؟ قال لهم مش ممكن، يبقى أسقف حرامهم وأنا أحلهم، القوانين لا تسمح بذلك والتقاليد لا تسمح بذلك. شوفوا الأدب والاحترام. لكن لو إن مجمع مسكون يحكم عليهم وهو يدي لنفسه الصلاحية إن يحللهم والملك يؤمر بحضوره. فقال ديسكورس لماذا طرد إلى خارج كيرلس؟ لما دخل سودوريتوس كأنهم رفضوا كيرلس لأنه غلط في القديس كيرلس. قال لماذا طرد إلى خارج كيرلس الذي أوقع عليه الحرم هذا الإنسان؟
وقال أيضا أساقفة مصر ومن معهم: اطردوا إلى خارج من قاوم الله، اطردوا عنا من شتم المسيح، فإن ذلك الإنسان أوجب اللعان على كيرلس. ذلك ليس له كلام كوني حكم عليه أمام المجمع بأسري. فأجاب باسيليوس أسقف تريانوبولس من إقليم كذا وقال: فقد حرم أيضا مننا سؤدوريتوس. ثم أجاب أساقفة مصر والذين معهم وقالوا: سؤدوريتوس قذف كيرلس، فإن قابلنا سؤدوريتوس فقد طردنا ورفضنا كيرلس. ولكن للأسف أسكتهم القضاة وطلبوا منهم أن يصبروا، ولكن تم بالفعل ما قاله أساقفة مصر، فقد قبلوا سؤدوريتوس ورفضوا كيرلس، وإن كان بطريقة غير مباشرة بتجاهل تعليمه وكتاباته، ولا سيما البنود الاثناشر التي حرمها سؤدوريتوس ولم يقرأه للقديس كيرلس سوى الرسالة الثانية إلى نصور، وبحسب تفسيرهم لها والرسالة إلى يوحنا الأنطاك التي تحوي عرض الإيمان الذي يدعون بأنه صيغة المصالحة. وتم بالفعل ما طالب به النصاطرة الإمبراطور بأن يكون سؤدوريتوس رئيسا للمجمع، وإن كان بصورة غير رسمية، ولكنه كان هو المهيمن على المجمع فعليا. فاكرين المرة اللي فاتت لما قلنا مرتين ذكرنا ان طلبوا من الملك ان سؤدوريتوس يكون هو رئيس الايه؟ بالفعل سؤدوريتوس دخل رسميا مش هو الرئيس، لكن فعليا كان هو المهيمن على كل شيء. الحكاية دي جت في كتاب مضمون المجمع الخلقدوني اللي هم نشروه. سيلرز أيضا ذكر، يقول السكرتير الإمبراطوري قسطنطين بدأ بقراءة الرسالة التي بعث بها سؤدوسيوس إلى ديوسكوروس يوم 30 مارس التي تحوي الأمر القضائي بألا يسمح لسؤدوريتوس أسقف قورش بحضور المجمع إلا بطلب خاص من الأساقفة المجتمعين هناك. وما أن انتهى قسطنطين من قراءة الرسالة حتى طالب المفاوضون بتقديم الأسقف إلى المجلس على أساس أن لاون قد أعادوا لمنصبه، وأن مرقيان أمر بضرورة مشاركته في الإجراءات. وعندما دخل سؤدوريتوس وأخذ مكانه بجانب أوسابيوس كمدعي آخر على ديوسكوروس، حدثت ضجة حتى أدان المفوضون مثل هذه الهتافات، وناشدوا كلا الجانبين للرضوخ في قراءة الوثائق في ترتيبها. وهكذا نرى، ده مش سيلر، ده أنا اللي بقول، وهكذا نرى تآمر مثلث الشر لاون وسؤدوريتوس وأوسابيوس. قد جلسوا كحكام وكمدعين اتهام ضد بطل الأرثوذكسي العظيم الذي واجه وحده بشجاعة تحالف قوى الشر في ساعة كانت لسلطان الظلم. والغريب المعلن رسمي في مجمع خلقدونيا هو أنه انعقد لأجل إدانة أطاخي. يعلق صمويل بتاع كتاب إعادة فحص مجمع خلقدونيا
بالرغم أن المعتقد من مجمع خلق دنيا هو أنه أدان أطاخي، إلا أن الرجل الذي شغل المجمع حقا لم يكن الراهب العجوز، بل البابا ديسقورس بطريرك الإسكندرية. مش كده وبس، كنت قلت لكم بقى العدد ده فيه كلام. كان من ضمن التخطيط في مجمع خلق دنيا ان يجمعوا عدد كبير جدا من الشمامسة للصياح والتشويش ضد القديس ديسقورس والأرثوذكس. عشان كده نجد الأساقفة المصريين فأكتر من مرة يقولوا فالشمامسة كانوا الأولين في تثبيت القضية، فلماذا يصرخون الآن؟ فالمجمع ليس هو اجتماع شمامسة بل اجتماع أساقفة، فاطردوا إلى خارج من ليس له كلام في المجمع. كان لما يجي البابا ديسقورس يتكلم ولا يقول حاجة يفضلوا يهيصوا. فالأساقفة قالوا المجمع ده للأساقفة مش للشمامسة. وقد تقرر ذلك مرة أخرى، فشوفوا ردهم كان إيه. أما قالوا لهم نسألكم أن تطردوا إلى خارج من ليس له كلام في المجمع. الملك دعا الأساقفة، المجمع هو للأساقفة، من ليس له كلاما فلماذا يهتف؟ حينئذ أجاب تودروس أسوف مدينة كلاوديس وقال كتب ديسقورس هم الصارخين. اللي بيهيصوا دول هم مين؟ الكتبة بتوع البابا ديسقورس. فأجاب القديس ديسقورس قال إنما عندي كاتبين اثنين فقط، فكيف اثنين يجعل من هذا السجس؟ وهم بيقروا أعمال مجمع أفسس والقسطنطينية، وأروا كيف صفق الأساقفة لديسقورس عندما أكد أنه لا يوجد شيء ينبغي أن يضاف إلى أو يحذف من الإيمان بحسب ما تحدث في نقيا وتأكد في أفسس، وكيف قدم أطاخي إلى المجمع وقدم اعتراف الإيمان. بدأ العديد من الجالسين على يسار المفوضين في تقديم تفسيراتهم، وسمع الكثير عن الإكراه على التوقيع. طبعا في ناس كانوا قاعدين كانوا حضروا مجمع أفسس، وكانوا اشتركوا في التوقيع على الأحكام. فطبعا لما شايفين هذا التآمر وسوء استخدام السلطة وتحالف قوى الشر من السلطة المدنية والدينية، بدأوا يتهمسوا يقولوا احنا يعلى احنا ما وقعناش، ده احنا اجبرنا على الايه؟ على التوقيع وأسقفة الشرق. والذين معهم قالوا ليس احد ارتضى بذلك من تلقي نفسه وبقضية فيليبيانوس وأوسابيوس، بل أغصبونا وأرغمونا بالضرب، ووضعنا خط أيدينا في قرطاس أبيض ووقعنا على إيه؟ ورق أبيض يعني فاضي. حينئذ كانوا يرعبون بالنفي والأجناد، كانوا الواقفين بالسيوف والعصي، وحيث توجد سيوف وسلاحات فما هو ذلك مجمع؟ فلأجل ذلك ديسقورس أثر بالعساكر معه حتى يخوفنا، ونحن كلما صنعنا كان من الخوف. بدأت الإدعاءات. يمكن أنا شرحت لكم مجمع أفسس بالتفصيل، وكان كل المراجع اللي جبتها مراجع مش من عندنا، تنفي تماما
أن يكون هناك أي عنف أو إكراه لأحد. طبعا ده كلام مرسل ملوش سند، فعايزين وكلام عام بيقولوه كمجموعة كده مع بعض عشان يبقى الاتهام محدد أكتر ومقنع. لازم حد يقول، ففي مين كان مرتب بقى المواضيع ديت؟ مين متخصص في هذه الأمور؟ نعم، أوسابيوس، أيوة عارفينه طبعا. فكان متفق مع واحد اللي هو استفانوس أسقف أفسس، تآمر معه، فوهم بيقولوا كده أما أثاروا الحكم على فليبيانوس وأوسابيوس، فقالوا ده احنا وقعنا غصب عننا، وقعنا على ورق أبيض. فأوسابيوس أسقف دريليوم ده جاي في كتاب مضمون المجمع الخلقدوني، مش احنا اللي بنقولها. يقول ثم قال أوسابيوس أسقف دريليوم اسألوا الآن استفانوس الأسقف المذكور في أي ورقة كتبوا خطوطهم. أجاب الأسقف استفانوس وقال في قرطاس أبيض. في تلك الساعة التي صارت القضية حينئذ صار تثبتها. ثم ديوسكوروس الأسقف يقرأ اعتراف استفانوس. لما قال كده البابا ديوسكوروس قال، معلش هو اللغة بتاعت كتاب المضمون المجمع الخلقدوني ركيكة شوية، قال في قرطاس أبيض. فرد عليه البابا ديوسكوروس قال نقرأ اعتراف استفانوس لأنه يظن إن أرغمت بذلك الاعتراف. طب هاتوا الورقة اللي كتبها وقروها يشوفها كاتب فيها إيه وبخط ولا لأ. أجاب ديوسكوروس لما اتهموه إنه زور وكتب، انه كتب خد ورق ابيض مضين عليه وكتب بقى ايه قرارات المجمع. اجاب ديوسكوروس وقال كل واحد من الاساقفة كان له كتبه، كتبتي كتب نسختي، وكتبت يوبوناليوس الاسقف كتب نسخته، وكتبت تلاسيوس الاسقف كتب نسخته، وكان كتب كثيرين من الأساقفة الآخرين، وكلهم كتبوا الأعمال وليس كتبتي وحدهم كتبوها، لأن كل واحد كان له كاتب خصوصي. ثم أجاب يوبوناليوس أسقف أورشليم وقال كان لي كاتب فقط وهو كتب مع الآخرين. ثم قال تلاسيوس وأنا أيضا كان لي كاتبا واحدا وهو كان يكتب مع الآخرين. ثم أجاب ديوسكوروس الأسقف وقال هأنذا كاتب يوبوناليوس الأسقف كتب مع الآخرين، وكاتب تلاسيوس الأسقف كتب، وكاتب أسقف قرنصية كتب، فلماذا قالوا عن كتبتي إنهم وحدهم كتبوا الأعمال؟ وكأنه هو لم كل الوثائق وكتبها، لكن كان كل واحد له كاتب بيكتب. في واحد تاني اسمه باسيليوس أسقف صالق كان أقر بالطبعتين في مجمع القسطنطينية، وجي في مجمع أفسس غير أقواله وكتب طبيعة واحدة، ولما تراجع وقال بالطبيعة الواحدة رجع قال أنا بقول بالطبيعتين بس أنا قلت كده، تراجعت لأن برضو كان أرغم أو يعني كان غصب عنه إن حكاية اللي كان كتب بخط إيده ومكتوب في أعمال المجمع إنه قال. يقول فأجاب القديس ديوسكوروس بأن باسيليوس تراجع عن قوله من قبل الحكم على فليبيانوس، وهذا نص ما قاله.
لأنه قال أجبر على التوقيع ورجع قال لما قروا بقية أعمال المجمع ولقوا فيه تناقض في أقواله. الأول قال أجبر على التوقيع ورجع قال إني وقعت بعدما رأيت حوالي 130 أسف وقعوا. فرد عليه البابا ديسكورس قال له من فمك تتبرر ومن فمك تدان، استحييت من الناس وتجاوزت الصلاح وأهنت الأمانة، لعلك ما سمعت ما كتب ما كتب لا تخجل بشيء يهلكك. فقالوا القضاء أيضا لهم أنتم سابقا ذكرتم بأنكم رغما وقهرا اضطررتم أن تكتبوا اسمكم في قرطاس أبيض في عزل فليبيانوس الصالح ذكر. فأجاب أهل الشرق والأساقفة الذين معهم وقالوا كلنا أخطينا وكلنا نطلب الغفران. ثم قال تلسيس وأسابيس وأستاسيس كلنا أخطينا ونطلب الغفران. ليه قالوا كده؟ الحقيقة لما بدأوا يقولوا إن إحنا أجبرنا وقعنا كان شيء مؤسف ومغجل لدرجة إن الأسقف المصريين يعني استخفوا بيهم أو ازدروهم. إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ في حاجة اسمها أجبرنا فيما يخص الإيمان؟ جندي المسيح لا يخاف الموت. أوقدوا النيران لنريكم كيف يكون الاستشهاد. وطبعا كان مشهور عن كنيسة الإسكندرية وما قدمت من شهداء كتير. كبار وصغار، رجال ونساء وفتيات صمدوا بكل شجاعة ولم ينكروا إيمانهم. فيجي أسقفة يقولوا خفنا فوقعنا غيرنا عقيدتنا وإيماننا عشان خفنا، فكان شيء مزري. قديس ديسكورس قال له استحييت من الناس وتجاوزت عن الصلاح وأهنت الإيمان. ورد عليهم الأسقف المصريين قال له جندي المسيح لا يهاب الموت، أوقدوا النيران حتى نريكم كيف يكون الاستشهاد. فقالوا أخطينا ونطلب الغفران. فالقضاء قالوا لهم أنتوا كنتوا قلتوا إن كتبتوا اسمكم في قرطاس أبيض في عزل فليبيانوس واضطريتم أن تكتبوا اسمكم، مش أنتوا كنتوا قلتوا كده؟ قالوا أخطينا ونطلب الإيه؟ الغفران. وكانت كلمة أخطينا دي تشمل الاتنين، إن هم كتبوا بالفعل وإن في نفس الوقت لم يجبروا فاعتبروها إن هي كانت غلطة ويطلبوا الغفران لكن لم يجبروا فيها. نقطة التوقيع على أوراق بيضة ديت اديناها اهتمام شوية الحقيقة عشان كانت قصة بايخة ومحتاجة برهان شوية. تم السماح بقراءة محاضر جلسات مجمع أفسس عام 449 والتي تحوي في داخلها محاضر مجمع القسطنطينية المكاني، وبدأت القراءة بالأوامر الرسمية بتاع الإمبراطور. وعندما كملت قراءتها تساءل البابا ديسكوروس إذا كنا أمام حقيقة أن الإمبراطور قد عينه هو والاتنين المعاه والقرارات اتخذت بموافقتهم جميعا، فكيف فتم استبعاده هو وحده ومحاكمته؟ فجابوا بقى حكاية الورق الأبيض دوت اللي وقعوا عليه.
من ضمن الشخصيات اللي هم استجابوا وادعوا استفانوسوس اوف افسوس، في نبذه عن شخصيته. كان سؤال ممثل الامبراطور لاستفانوس: هل تعامل معك المكرم ديسكورس بالعنف؟ طبعا هو ادعى كده. في تعليق من الكاتب او المؤرخ على الشخصيه بيقول: كان استفانوس اسقف افسس بالفعل شخصيه مثيره للاهتمام، وقد كان واحد من قاده مجمع عام 449، حيث كان يشغل الترتيب السادس بين ممثلي الكنائس، يعني في البروتوكول كان رقم 6 في التوقيعات، وكان له دور هام ومتغير في سير الأحداث وتحقيق المصالح الخاصة. ففي مجمع 49 وعند تأييد قراءة وقائع جلسات مجمع 448 فإنه حتى قبل تقديم توماس لاون كان هو المتكلم الثاني بعد يوبيناليوس، وعند تبرئة أوطاخي كان هو الثالث اللي موافق، وعند إدانة فليبيانوس وأوسابيوس كان هو المتحدث الخامس، كان رقم 5 في التوقيع. وفي كل تلك الوقائع السابقة كان يوبيناليوس هو أول المتكلمين. أما عند التوقيع على قرارات المجمع بعد الجلسة الأولى فكان استفانوس هو الرابع بعد ديوسكوروس ويوبيناليوس وديمنوس. هكذا يتضح أنه واحد من الموقعين الأوائل في مجمع 449، ولكنه في خلق دنيا تصرف كما لو لم يحدث شيء من كل ما ذكرناه سابقا. ومع هذا فبعد خيانته لديوسكوروس ويوبيناليوس وتلاسيوس والأساقفة الآخرين شهد مجمع خلق دنيا حادثة تم فيها اتهام استفانوس أنه تآمر ضد باسينيوس أسقف أفسس، وتسبب في القبض عليه لكي يأخذ كرسي الأسقفية لنفسه. وقد حكم مجمع خلق دنيا بعزل كل من استفانوس وباسينيوس، ويشير فلان في كتابه إلى قصة اختلاق عمل قصة عشان يداري بيها. فيعني كانت شخصيات مغجلة، ودليل كذب ادعاء الأوراق البيضاء أنه من الغريب واللافت للنظر تماما أنه طبقا للرواية فإن البابا ديوسكوروس لم يقم بملء أوراق بيضاء خالية، كان قد جمع عليها التوقيعات كما جاء في الادعاء الأول، بل أن الكتابة قد تمت بواسطة كتبة اللي هم كتبة الأساقفة الموثقين أنفسهم، أي أن محاضر الجلسات قد تم تدوينها في مجمع أفسس 449 بواسطة الوفود المشاركة وبنفس الطريقة المعتادة في مجامع العصور الأولى. يعني كانوا الكتبة هم اللي بيملوا وكل واحد كتبته معاه. ورغم ذلك أحس أسقف دوريليان بالانتصار حينما تقدم وطلب من مندوب الإمبراطور أن يسأل استفانوس عن كيف تم تسجيل وقائع مجمع 449، فأجاب استفانوس عن ذلك بقول أن تم ذلك على أوراق بيضاء خالية وقد بدأ ملؤها بمجرد صدور حكم العزل. وقد رد البابا ديوسكوروس على كل هذه الإدعاءات وختم بقوله: لنضع التقارير التي بحوزة استفانوس تقرأ لنرى إذ كنت قد أجبرت على نسخ أي شيء، ولكن أحدا لم يستجب لما قالوا. أما طلب البابا ديوسكوروس كده محدش استجاب. ونحن لدينا بعض الأدلة التي تجعلنا نقول أن الأساقفة قد تراجعوا في الواقع عن القصة التي ذكروها بشأن الأوراق الخالية من الكتابة، ولكن حتى بعيدا عن ذلك فإن هذه القصة تثير لدينا 3 تعليقات. أولا، لقد أقر استفانوس كما رأينا أن الوقائع لم تدون بواسطة البابا ديوسكوروس أو موثقيه، ولكن بواسطة السكرتارية الخاصة بالأساقفة أنفسهم. ولذلك فالاعتراض الوحيد الذي يمكن أن يكون ضد مجمع 449
وفقا لكلام استفانوس هو أن الأساقفة لم تكن لديهم الحرية ليدونوا وقائع الأحداث المختلفة حسب مشاهدتهم لها. وحتى مثل هذا الإدعاء قد أحبط بطلب البابا ديسقورس أن تقارن النسخ المختلفة المتوفرة لوقائع المجمع. ثانيا، وحتى إذا سلمنا جدلا بأن هناك شيئا من الحقيقة وراء هذه القصة، فإن أحدا في الواقع لم يقل أنها تدين البابا ديسقورس وحده كمرتكب لهذه الجريمة. فحسب ما قاله استفانوس على سبيل المثال، لم تتخذ قرارات مجمع 449 بواسطة البابا ديسقورس وحده، بل اتخذت بواسطة ديسقورس ويوبناليوس وتلاسيوس والأساقفة الأخبارين. وقد أخبر سيودور أيضا أن هذه القرارات كانت من عمل الموقعين الأوائل في ترتيب التوقيع. ومن هنا يتضح أن الروايات التي جاءت على لسان هؤلاء الأساقفة لم تثبت تأكيدات مندوبي روما وأسقف دوريليان بأن البابا ديسقورس كان مهيمنا على المجمع. يبقى في كذا اتهام لغاية دلوقتي كلهم طلعوا في شنك انه عمل مجمع بدون اذن بابا روما. اتجاوب عليه حكاية انه قال انه ما قراش الرسالة هو بريء منها، بالعكس هو الوحيد في رؤساء المجمع الثلاثة اللي قال تقبل رسالة اخينا لون، وقال مرتين لتقرأ رسالة اخينا لون، والاثنين الاخرين هم اللي رفضوا. تالت حاجة حكاية الإجبار، وشفنا موقفين واضحين، موقف باسيليوس أسقف سالق اللي هو قال إن أنا أجبرت وبعدين تراجع وقال أنا الحقيقة لما شفت 130 أسقف وقعوا فوقعت أنا كمان. واستفانوس اللي هو أولاً البابا ديسقورس قال هاتوا نقرأ التقرير بتاعه، ما رضيوش يقروه، وفي الآخر اتحكم عليه بتهم أخرى. ومن ثم فكل التهم جاءت باطلة. نيجي بقى الموضوع فيليبيانوس من معه وازاي المجمع عايز يبرأهم. هما بالفعل كانوا دخلوا متبرئين، لكن على أساس تبرئتهم يبقى في إدانة لمين؟ هما عايزين يطلعوا إنه هو هما أبرياء، وبالتالي يبقى في إدانة للبابا ديسقورس. لما جم يقروا أعمال مجمع القسطنطينية، فطبعا مجمع القسطنطينية ومجمع أفسس، مجمع القسطنطينية أدان أطاخي، مجمع أفسس برأ أطاخي. أطاخي قدم التماس للإمبراطور وطعن بالتزوير. ففي وقائع قراية هذه الوثائق للأسف الشديد في خلق دنيا، لما جابوا الالتماس اللي قدمه أطاخي بيقر فيه بإيمان سليم، حذفوا جملتين مهمين هنشوفهم دلوقتي. ففي صورة دعوة أوطاخي المأخوذة من محاضر جلسات مجمع أفسس التي تم عرضها أمام مجمع خلقدونيا، وهي لا تحتوي على جملتين حاسمتين كانت ضمن اعتراف أوطاخي الذي ألحقه بدعواه التي أرسلها إلى لاون بابا روما بعد مجمع القسطنطينية المكان. هاتان الجملتان هما اللتان كانت بالضبط بعد عبارة أطيخة التي يحرم فيها
الذين يقولون إن جسد ربنا وإلهنا يسوع المسيح قد أتى من السماء. وهنا يصبح السؤال عن كيفية ترك هاتين الجملتين في خلق دنيا سؤالا ذا أهمية، فمن غير الممكن أن يكون أطاخي نفسه هو الذي استبعدهما من دعواه التي قدمها في سنة 449. ففي عام 451 عندما وصلت قراءة اعتراف أطاخي إلى العبارة التي يحرم فيها الذين يقولون جسد ربنا يسوع المسيح قد أتى من السماء، تدخل أوسابيوس أصف دوريليم الذي قام باتهام أطاخي ده في خلق دنيا بقى، وقال هو قال استبعد أو نفى أطاخي أن الجسد السيد المسيح جه من السماء، لكنه لم يحدد من أين. وهذه النقطة بعينها هي التي كان أطاخي في الحقيقة قد أجاب عنها بوضوح تام في الجملتين التاليتين، ولكن أوسابيوس قدم تعليقه في اللحظة الصحيحة اللي هم ما جابوهاش، وراح قال إيه ما هو قال كده بس ما قالش منين. لكن أطاخي كان قايلها إزاي بقى بحسب الالتماس بتاعه، يقول لأنه هو الذي كلمة الله نزل من السماء بدون جسد وصار جسدا من ذات جسد العذراء بلا أي تغيير أو تحويل، وبطريقة هو نفسه يعرفها ويريدها، والذي هو إله كامل على الدوام قبل كل الظهور صار أيضا في آخر الأيام إنسانا كاملا من أجلنا ومن أجل خلاصنا. دي اتحذفت وهما بيقروا إيه في خلق دنيا. والغريب الأكتر من كده إن المجمع أصلا معمول بحجة أطاخي، يجيبوا أوسابيوس ويجيبوا صودوريتوس وصاحب الشأن ما يجيش. ما معنى هذا؟ يوجد بعض العلماء والدارسين الذين يرون أن الزعم بأن أطاخي كان هرطقيا بصورة مؤكدة هو أمر يصعب إثباته بصورة قاطعة، فبيقولوا المزاعم الخاصة بأن أطاخي كان هرطوقا بصورة مؤكدة هو مزاعم هي مزاعم من الصعب الدفاع عنها بصورة قاطعة. وقد قدم تلك الرؤية كل من توماس كاملوت وبول جاليتيه، فيرى توماس أن أطاخي لم يكن هرطوقيا، أما بول فأظهر أن القديس كيرلس الأسكندري لم يقر أبدا بعبارة طبيعتين بعد الاتحاد ولا بالعبارة القريبة لها في طبيعتين. لما جم يقروا في أعمال ما أفسس يقول لما تلي جزء من مذكرة أطاخي المتضمن قوله أن المجمع المقدس الذي ترأسه الطيب الذكر القديس كيرلس قرر أن يعاقب كل من يحور تحديد الإيمان الذي حدد في نقية بالزيادة أو النقصان، قال أوسابيوس أصف دوريليوم كذب كذب. ادعى أن ده كذب، أن مجمع أفسس قرر أن يعاقب كل من يحور تحديد الإيمان. قال أوسابيوس أصف دوريليوم كذب، ليس هناك قانون بهذا الصدد. فرد عليه القديس ديوسكوروس قال له هناك 4 مجلدات تتضمن هذا التحديد، فهل أن ما حدده الأساقفة ليس بتحديد؟ ألي لعل القانون عنده ليس بقانون؟ فهناك نسخ لدى 4 من أمناء الخزائن وفي حوزتي أيضا وحوزة فلان وفلان، فإن جمعت هذه النسخ ستتضح منها من الذي ينوي تغيير إيمان الآباء القديسين. ده جابها ميخائيل الكبير
وده يظهر بصراحة النية المبيتة والأسرار الشرير على تحوير تحديد الإيمان. القراءات عمالة تستمر في الأعمال المجامع، فلما جم عند الرسالة بتاعت القديس كيرلس ليوحنا الأنطاكي اللي فيه عرض الإيمان اللي بيدعوا فيه إن ده صيغة المصالحة، ويضيفوا إن القديس كيرلس أقر بطبعتين، أشار أستاسيوس أسقف بيروت إلى الذين يحرفون تعاليم القديس كيرلس ومركزين فقط على رسالتيه لنسطور ويوحنا الأنطاكي. كان دايما حتى في خلق دنيا وفي كل مكان أصحاب الطبعتين اختزلوا كل كتابات كيرلس لحاجتين اتنين بس: الرسالة التانية لنسطور، والرسالة ليوحنا الأنطاكي اللي بيقولوا دي فيها صيغة المصالحة. فأستاسيوس بيقول مما حدا بالقديس كيرلس، خلي بالكم من الحتة الجاية دهيت وكنا اتكلمنا عليها زمان أيام المصالحة، أن يقضي بقية عمره يفسر ويوضح مفهومه الصحيح من خلال الرسائل التي كتبها بعد مصالحة 433. وقد أورد ميخائيل الكبير هذا في الباب الخامس من كتابه، فقال إيه؟ قال أستاسيوس البار أسقف بيروت: اعلموا قداستكم أن الله سمح بأن يحوم الشك حول كيرلس البار رئيس الأساقفة بسبب كتاباته التي لم يفهمها البعض جيدا، أنه يدرك ما يعلمه وقد عمل على نشر كافة الكتابات الجيدة، فقد طالب الجميع وبخاصة أولئك الذين يميلون إلى التحريف بفحص تعليمه العقيدي، لكن غيرهم استندوا في شكهم في عقيدة الطباوي إلى الرسائل التي تليت الآن اللي هي إلى نسطور وليوحنا الأنطاكي. لذلك رأى لزاما عليه أن يشتغل بهذا العمل التقوي مدى أيام حياته، ده القديس كيرلس، معلنا أهدافه وما يكن في داخله عن طريق مراسلاته إلى طيب الذكر القديسين أقاق أسقف ميلاطيا اللي هو أكاكيوس وكلورونيوس أسقف أسماء وساكسنسوس أسقف نيو قيصرية. فكيف يجب أن نفهم حقيقة مجيء المخلص على ضوء الرسائل التي تليت الآن وقد ضمت مجموعة من الرسائل الموجهة إلى هؤلاء الطباوينيين؟ ينبغي ألا نفهم طبيعتين بل طبيعة واحدة للكلمة المتجسد، ده القديس كيرلس اللي بيقول، مؤكدا بقول هذا شهادة الطباوي أثناسيوس والذين حضروا مجمع أفسس، وبعد أن تليت هذه الوثيقة في خلق دنيا مع بقية حيثيات مجمع أفسس الثاني، قال الرؤساء والمستشارون المطلوب من المجمع أن يصرح فيما إذا كانت رسائل القديس كيرلس طيب الذكر والتي تليت الآن في هذا المجمع قانونية أم لا. إنها تتفق وثيقة أستاسيوس البار أسقف بيروت. وقبل أن يجيب المجمع وقف أستاسيوس في الوسط ورمى بالكتاب وقال: إن كنت قد أسأت فالأحرم وليحرم كتاب كيرلس. فقال الأساقفة المصريون الذين معهم: لقد أحسن أستاسيوس الأرثوذكسي القول، لقد فعل حسنا بقوله ليدم ذكر كيرلس إلى الأبد. فقال أستاسيوس أسقف بيروت: هذا ما تضمنته رسالة طيب الذكر القديس كيرلس، وقد ضم تلك الرسالة إلى البقية. وأورد عبارة: لا يجب أن نفهم طبيعتين للكلمة المتجسد بل طبيعة واحدة. يجب أن نمعن النظر بقول القديس ديوسكورس المذكور أعلى ومفاده. من الواضح أن سبب عزل فليبيانوس هو اعترافه بطبيعتين بعد الاتحاد، فلو كانت فكرة الطبيعتين بعد الاتحاد مدروسة من قبل الآباء لاستوجب على المجمع وعلى أغلب أعضاء أن يقولوا
أن عزل الرجل لم يكن عادلا، فإن عبارة طبيعة عام بعد الاتحاد ليست فقط غير مدروسة ولا أبوية بل ممجوجة أيضا، وهذا معروف مما حدث أمام فيليبيانوس والذين معه في القسطنطينية عندما خاصموا أوطاخي واضطروه على الاعتراف بالطبيعتين بعد الاتحاد، وحرموا من لا يعترف هكذا، ولما لم يوافق حرموه. الكلام ده جابه من خيل الكبير عن أعمال مجمع القسطنطينية وأفسس، لأن قلنا كان الصراع بيدور حوالين بيحاولوا إقرار ما يدعونه بخصوص مصالحة 433، وقلنا أن بعد المصالحة دهيت وبعد الإدعاءات القديس كورولوس لما اكتشف إدعاءاتهم بدأ يكتب ويشرح ويفند هذه الإدعاءات، وكتب 5 رسائل مهمة جدا: أكاكيوس وساكسنسوس وفاليريان مش فاكر مين تاني، كانوا 5، وما زال الخلقدونيون يتهموننا أننا لا نفهمها حسنا، ما بنفهمهاش كويس، وهي اللي فيها أكد القديس كورولوس على الطبيعة الواحدة صراحة. فالقديس ديوسكوروس قالوا عشان كده اتحكم على فيليبيان، لأن أصر على القول بطبيعتين، واتحكم على أوطاخي لأنه رفض أن يقر بالطبيعتين. كان ممكن يعني المفروض نكمل الموضوع شوية، لكن أشعر أن هذا يكفي اليوم، ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. لكن خلي بالكم الحتة اللي وقفنا فيها ده هيدخل فيها حتة مهمة. أستاسيوس قال كلام كويس لكن هيطب بعد ما هيخاف ويقول حاجة هتعقد المشكلة أكتر وتكون النتائج مغايرة. هيقول إيه ويحصل إيه المرة الجاية بقى إيه نقول لكم، ونكتفي بهذا القدر. لو في أي سؤال تحت أمركم.